اهلا بيكم متابعين قناة مشاوير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا. الفيديو بتاع النهاردة ريفيو عن مايكروويف تورنيدو. بصراحة العنوان زي ما انا كاتباه كده بالظبط، ان هو الميكروويف ده مش حلو خالص. بصراحة انا تجربتي الشخصية معاه هو مايكروويف عادي جدا، في مميزات وفي عيوب، بس انا شايفه ان عيوبه اكتر من مميزاته. شكل الميكرويف زي ما انتم شايفين كده، هو لونه كده اللي من بره ده اسود كده زجاجي، وكمان البادي بتاعه كله لونه فضي. ده كده التايم بتاعه، وفي الزرار اللي من تحت دوت عشان نفتح بيه باب الميكرويف زي ما انتم شايفين. هو طبعا احجام، انا جايبه اصغر حجم فيهم. وهو الباب زي ما انتم شايفين كده، الباب من بره بيبين الحاجة اللي من جوه، يعني الباب ده كده من بره شفاف. دي كده المفصلات بتاعته. المفصلات بتاعته بصراحة سيئة، مش مفصلات كويسة خالص. شايفين البادي زي ما انتم شايفين كده، البادي بتاعه دي كده الطبق اللي هو الحامل اللي بنحط عليه الطبق اللي احنا هنسخن فيه الأكل، ودي الحوامل اللي بتتحط عليها الطبق. طبعا طبق الازاز ده لو اتكسر بتبقى فيها مشكلة، ان انت يعني بتحاولي ان انت تتواصلي مع الشركة ان هم يجيبوا لك طبق تاني. زي ما انتوا شايفين البادي من بره كده، مع استعمال اقل من سنة صدى وبقى بيطلع لون كده في ايديا وبقى بيعور. يعني ده كده يا جماعة الصوج اللي من بره ده صدى تماما، فطبعا دي حاجة مش كويسة خالص. الميكرويف بيبقى معاه ضمان سنة واحدة بس. بصراحة لا، الخامات بتاعته مش احسن حاجة. البادي بتاعه برضو من جوه لا، مش احسن حاجة، مش ده اللي احنا متعودين عليه من تورنيدو خالص. بصوا، عشان تحطوا الطبق ويقدر ان هو يشتغل كويس، لازم الثلاث مفصلات دول اللي من جوه يركبوا صح. يعني لازم تدخلي وتركبيهم صح، الثلاث نقط دول لازم يركبوا صح في الحامل من تحت. هشغل لكم دلوقتي الميكرويف برضو، هنحط كده الفيشة. انا بصوا عامله رخامة لوحده، هنحط الفيشة دلوقتي وهجربه لكم. بصوا ده كده بتظبطي الحرارة من هنا، وبرضو هوريكم ازاي. بس دلوقتي انا هشغله لكم وهتشوفوا وانا بشغله ان هو بينور وبيبين لك الاكل من جوه. يعني بصوا الحرارة زي ما انتم شايفين، ده كده اقل حاجة، دي اقل حرارة اللي هي اللو خالص اللي انا عاملاها عليها دلوقتي، واللي بعديها دي ميديم لو، يعني بديك حرارة متوسطة، واللي فوق ده ميديم، يعني ما بين حرارة قليلة وكبيرة. وده بدأنا كده الحرارة الأشد بقى، والهاي ده أعلى حاجة. طبعا كل أكل وبتحتاجي له انت تظبطي له التايم يعني بتاعه على الحرارة بتاعته. وده التايم زي ما انتوا شايفين في 2 3 4 5 لحد نص ساعة اهو. زي ما انتوا شايفين كده شغلته، هو نور اهو، والطبق من جوه بدأ يلف. يعني هتقدري تشوفي الأكل من بره اذا كان خلاص بدأ ان هو يسخن فعلا ولا لا. اول بقى ما بقفل التايم كده بيعمل زي تك كده، وتقدري بعد كده تفتحي بقى الباب تشوفي الاكل بتاعك محتاج ان انت تدخليه تاني او لا. بصراحة تقييمي عن الميكرويف ده ان هو مش احسن حاجة خالص، في ماركات تانية احسن منه بكتير. مش عاجبني، بس حبيت ان انا اوريه للناس عشان اللي هيروح يشتريه يبقى عارف مميزاته وعيوبه، وليه برضو حرية الاختيار. لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك، وتستنوا بقى الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. ده كده شكل يا جماعة الميكرويف من ورا ومن الجنب. عيد سعيد عليكم ان شاء الله، مع السلامة.